لي مباراة حلوة، كانت أداء حلو من منتخبنا، يعني بداية المشوار وبداية الحفاظ على اللقب. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على النتيجة اليوم. ثلاث نقاط كانت مهمة، فالحمد لله أنها صارت في صالحنا، وإن شاء الله الحين ناخذ مباراة بمباراتها. حلو، تشوف اليوم المنتخب شوي في البداية ما كان داخل ممكن رتم المباراة ورتم البطولة، لكن الحمد لله بعد تقريبا الشوط الثاني شفنا في سيطرة في تماسك. طبيعي، أول مباراة في البطولة لازم في رهبة، لازم في شوية مالت أجواء البطولة، وآخر بطولة كانت قبل كورونا، فأنت وقت قاعد تكلم عن وقت طويل، يعني اللاعب ما حس بذي الإحساس قبل يدخل المباراة، بس الحمد لله قدرنا نحن نسيطر وناخذ المباراة. حفاظ على الذهبية، كانت مباراة حلوة، المنتخب قدر يسيطر على المباراة ويفوز. الحمد لله وش على الفوز. مباراة كانت وايد قوية، فريق السعودي وايد تعبنا الصراحة، تطور وايد ما شاء الله. مثل ما قلت المحافظة على اللقب، ما هو المباراة إن شاء الله ندشها مباراة إن شاء الله، وإن شاء الله الذهب يكون من نصيبنا إن شاء الله. ألف مبروك. فوز لبداية المشوار، لبداية الحفاظ على اللقب، شفنا مباراة حلوة خصوصا في الشوط الثاني، شفنا تماسك خطوط. والله الحمد لله، يعني هاي أول مباراة، مثل ما تعرف دائما يكون فيها ربكة أول مباراة، بس الحمد لله مثل ما قلت الشوط الثاني قدرنا أن نتغلب على هالتوتر وعلى هالربكة مالت أول مباراة، وتماسكنا ويعني حققنا النتيجة الحمد لله. بالنسبة للإصابة، طمنينا على الإصابة، شلون شقالة وال... الحمد لله يعني بروز خفيف يعني ياتني، بس كم من يوم إن شاء الله بالطيب. يعني حب أشكر البنات، لولاهم والمدرب كان ما وصلت لهالمستوى. الحمد لله أول ثلاث نقاط هما أهم شيء، يعطون دافع حق المباريات الجاية، إن شاء الله إحنا نطمح حق اللقب مرة ثانية. المنتخب السعودي كان خصوصا الشوط الأول ظهر بشكل مغاير، يعني فاجأ، أعتقد فاجأكم مستوى. إيه والله المنتخب السعودي ما شاء الله وايد تطوروا عن آخر فترة وآخر بطولة، انصدمنا، كانوا يعني يلعبون أجرسيف شوي، بس الحمد لله بتعليمات المدرب قدرنا.